رمضان طيب. ايه فطرت ولا لسه؟ اهو شغال اهو. ماشي اديها. السلام عليكم. فطرتي؟ اه. طيب جاي منين؟ من زي. منين؟ اكتوبر. من اكتوبر. جاي لوحدك ولا معاكي حد؟ لا ما اعرف انا. رمضان طيب. فطرت ولا لسه؟ اه. فطرت؟ شكرا شكرا. ساعتين شكرا. طيبين طيب يا فندم. الجيش والشعب يفطر مع بعض؟ اه اكيد. بسون طيب. بسون طيب. فطرت وحش ولا لسه؟ هعطلك. لا الحمد لله انا فطرت. ها؟ الحمد لله. زعلان اللي انت واقف كده في الفطار في ال نعم. ها؟ طب انت مبسوط بالشعب كده؟ ايوه طبعا مبسوط ان الشعب اساسا معاه بيدور على حقوقه وده من حقه طبعا هو بيدور على حقنا احنا اصلا فانا مزعلان عشان كده. طيب. السلام طيب يا دفعه. معلش هعطلك. صح سلام. ايه الشعب والجيش بيفطر في حته واحده؟ ما شاء الله. زعلان ان انت بتفطر في الشارع ولا لا؟ لا لا بجد؟ لا. ها؟ السلام طيب. انت طيب. زعلان ان انت بتفطر في الشارع؟ لا. لا وجهي. السلام طيب. انت طيب. زعلان ولا حاجه من الشعب؟ لا بجد؟ لا والله. سلام طيب. سلام طيب. عامل ايه؟ الحمد لله. زعلان من الشعب ولا مش اهلي؟ سلام طيبين. سلام طيبين يا رجال عاملين ايه؟ ما بتفطروش ليه؟ فطرتوا ولا فطرتوا في المعسكر؟ بجد؟ سلام طيب يا ريس. عامل ايه؟ الحمد لله تمام. بتفطر؟ الحمد لله. حصل اي مشاكل بينك وبين الشعب؟ لا يا عم حبايبي بيقول لك الشعب والجيش بيفطر في حته واحده، ايه رايك في الشعب ده؟ طبعا يا عم. سلام طيب. وحش كرسان طيب. عامل ايه؟ زعلان؟ الصور ده زعلوك في حاجه ولا حاجه؟ محدش كده بجد؟ كرسان طيب. الزوار بيقول لك الشعب والجيش بيفطر حته واحده، ايه رايك؟ على حاجه؟ عشان يعرف دي 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 رساله لاي دوله في العالم. للشعب المصري عمره ما يمد ايده على الجيش بتاعه وعمرنا ما نمد ايدينا على الداخليه لان هم دول من انا دخلت الجيش اقسم بالله انا كنت عسكري في الجيش وعارف القصه اللي في الداخليه ايه بس ده مش وقت الكلام احنا 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 دلوقتي في مناسبه اسرائيل خلاص ايام حسني مبارك ما كانوا كل سنه يضربوا اثنين ويضربوا ثلاثه ويقول لك ده قتل خاطئ لا انت راجل عندك طيارات هليكوبتر يعني عارفه حسني مبارك ولا يعني انتهى شكرا شكرا حسام طيب قول حسام طيب ايه هطلع معلش انا بقول الحمد لله طيب عارف نفسك محمد نبيل انا جاي هنا مع الثوار عشان اقول تسكت اسرائيل لان مفيش دوله اسمها اسرائيل في العالم كله لان اسرائيل اصلا جت على الدوله الفلسطينيه والدوله الفلسطينيه لازم انها تقوم والله اكبر وتحيا مصر شكرا شكرا شباب من النهارده ان شاء الله مفيش سكوت ومش هنسيب حقنا بعد كده شكرا شكرا هو بس ده الكيان القائم مؤقتا بجوار دولة فلسطين هو ليس إسرائيل ما فيش شيء في مسمى اسمه إسرائيل ده كيان قائم مؤقتا إن شاء الله هنحرر بلدنا إن شاء الله شكرا شكرا شباب شباب الوحش بيفطر على الطلب وصمت طيب يا باشا طيب يا باشا زعلان من الشعب في حاجة النهاردة لا والله بجد. تمام تمام زعلان أنت النهاردة ما فطرتش في البيت ولا في المعسكر لا والله عادي بالنسبة لنا إحنا جينا عشان نخلي بالنا منكم خلاص شكرا طيب وحش فطرت كرسان طيب عامل ايه؟ حد زعلك في حاجه النهارده؟ لا باشا طب انت زعلان من اللي بيحصل؟ زعلان شويه ماشي السلام عليكم السلام عليكم طيب. عامل ايه؟ الحمد لله فطرت الحمد لله؟ الحمد لله كرسان طيب فطرت؟ اه الحمد لله كويس اه تمام كرسان طيب كنت صح السلام فطرت الحمد لله اقول لك لسه فطرت الحمد لله تمام حصل اي اشتباكات ولا اي احتكاكات ولا حد مضايقك ولا انتوا مضايقين حد؟ احنا مش مضايقين حد والله بجد والله ما مضايقين حد احنا مبسوطين من اللي بيحصل والله احنا كلنا اخوات مبسوطين من اللي بيحصل ده والله طيب يا باشا